إيليا أبو ماضي شاعر المهجر التفاؤلي النزعة. ولد سنة 1889 ببلدة المحيط ببكفية، تعلم بمدرسة القرية وبعدها إلى مدرسة اليسوعيين ببكفية. كان تلميذ ساخر هجاء بيرتجل الشعر الزجلي وأحياناً الموزون. عاش سنوات طفولته سعيد فاضي البال بعيد عن الهموم. ابن 11 سنة سافر على الإسكندرية واشتغل عند خاله بالتجارة، ومساء كان يطالع ويدرس ويسهر على ضوء الشموع تيتمكن من اللغة العربية وأصولها. ابن 19 سنة بلش ينشر قصايد بالصحف المصرية، والإسكندرية طبع ديوانه الأول تذكار الماضي. سافر عن نيويورك سنة 1912، اشتغل بالتجارة اللي تركها بعد 5 سنين وانصرف للأدب والشعر. تولى تحرير مجلة الفتاة ورجع تولى تحرير مرآة الغرب اللي كان يصدر بأمريكا، وأصدر ديوان إيليا أبو ماضي الجزء الثاني اللي كتب مقدمته جبران. سنة 1920 صار عضو بالرابطة القلمية، اطلع على بعض الآداب الغربية وعرب بعض الروايات الأجنبية ونشرها بمجلته السمير. بسنة 1927 أصدر ديوانه الجداول. سنة 1936 حول مجلته السمير اللي أصدرها بأمريكا لجريدة سياسية يومية، وسنة 1940 طبع ديوان الخمائل. زار لبنان بعد ما اتلقى دعوة خاصة من منظمة اليونسكو لحضور مؤتمرها ببيروت ب 17 تشرين الثاني 1948، وتم اختياره ليمثل بهالمؤتمر رجال الصحافة والأدب بالمهجر الأمريكي. بعد لبنان زار الشام بدعوة من الحكومة السورية اللي كرمته باحتفال كبير، وقدم له الرئيس السوري شكري القواتلي وسام الاستحقاق السوري. كان لإيليا أبو ماضي الفضل الكبير ببناء مستشفى تلشيحة ومصح ظهر الباشق من خلال دعوته للمهاجرين بجريدته ليتبرعوا ببناء هالمشروعين الصحيين. مرض القلب تسبب بوفاته سنة 1957 قبل ما يطبع ديوانه الأخير تبر وتراب. لما اجى على لبنان بسنة 1948 زار ضيعته المحيدفة، وكان له تكريم كبير من أهل بلدته مما أوحاله بقصيدته الشهيرة وطن النجوم اللي بيقول فيها: وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا؟ وبتابع: أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة، أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منى، أنا من طيورك بلبل غنى لمجدك فاغتنى. وبيختم أبو ماضي: عاش الجمال مشردا في الأرض ينشد مسكنا، حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا، واستعرض الفن الجبال فكنت أنت الأحسن.